باشمهندسين كده التسجيل ابتدى قدام حضراتكم 10 دقايق. هنا العدد كتير جدا، شتتني ووترني. انتي مصعبة عليكي ليه؟ دي حاجة عادية جدا. طب عبد الرحمن خد انت المقدمة، انا مودي اتغير. اهدي يا دنيا، الناس هتحكم علينا. خلاص خلاص هاخد هنا. طبعا المشهد اللي احنا شفناه ده للأسف مش مشهد، ده واقع بنعيش ونشوفه كل يوم. دلوقتي المجتمع بقى شايف ان الحكم على الغير بقت حاجة عادية جدا، وللأسف أشخاص كتيرة أصحاب الاضطراب النفسي بيقعوا ضحية في تفكير المجتمع بتاعنا. يمكن كمان كتير مننا مش بيبقى عارف إزاي يتعامل معاهم، خصوصا إنها أمراض مش متشافة. فلازم نساعد، ولو على الأقل نغير نظرة المجتمع ليهم، بالأخص إن فكرة التشخيص النفسي مش منتشر قوي في مصر. لا وصعب قوي كمان لما نيجي نتعامل مع البشر نقول هل ده فعلا بيعاني من الأمراض النفسية دي ولا مجرد إنسان طبيعي. بس كل اللي أقدر أقوله لك اسمع الأول بعد يحكم عليا. احنا تيم 2 بلس 2 ايكوال 5. انا دنيا، معايا محمود، هنا، عبد الرحمن، وبيتر. والاوت لاينز اللي هنتكلم عنها النهارده هي المنتل ديزيزز، جادجينج بيبل، سيلبريتيز، وات از سي بي تي، اند سبريدنج اويرنس. بس خلينا فاكرين السؤال ده كويس، وهل كده الصوره واضحه؟ وده اللي هنعرفه من خلال البرزنتيشن. ودلوقتي اقدر اسيبكم مع محمود. بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر هو معنى تاني اضطراب الشخصية الحدية. طب ايه هو الاضطراب ده؟ بكل بساطة هو اضطراب عقلي ممكن يأثر على تفكيرك في نفسك، لا وكمان ممكن يأثر في احساسك بنفسك وباللي حواليك، وده غالبا بيؤدي لمشاكل كتير قوي في حياتك اليومية. ده برضه بيأثر بشكل كبير على نظرة الشخص لنفسه، وانه دايما بيخاف ان الناس تحكم عليه بحاجة غلط، ولانه غالبا هو مش بيتحكم في مشاعره ولا سلوكه، فده غالبا بيأثر على علاقته المستقرة بالناس. بمعنى اوضح وابسط، اضطراب الشخصيه الحديه هو بيبقى عباره عن خوف شديد من الهجره، او ان الناس تبعد عنك مثلا، او ان انت تخاف ان انت تحس بالوحده وان انت مش لاقي علاقه تستقر فيها. ولكن حاله الغضب الشديد والاندفاع دايما اللي انت بتبقى فيهم دايما بتخلي الناس لازم تبعد عنك. طب هل في اعراض تانية للمرض ده؟ للاسف في الانسان ممكن يأذي نفسه، وفي نفس الوقت ممكن يحس ان هو مش فاهم نفسه، يقول انا ليه مش واضح. اعراض المرض ده غالبا بتبدا تظهر في مرحله البلوغ، لكن للاسف بتزيد سوء في مرحله الشباب. لكن لحسن الحظ ان انت كل ما بتتقدم في السن اعراض المرض ده بتقل. الابحاث اثبتت ان نسبه الناس تقريبا اللي عندها المرض ده تقريبا من نص في المية ل1.7%. طب ايه السن اللي اكتر الناس بتصاب فيه بالمرض ده؟ تقريبا سن من 30 ل 39 سنه، هم اكتر ناس عرضه للاصابه بالمرض ده، اكتر كمان من الاشخاص ما بين 18 سنه ل 29 سنه. لكن اقل فئه عمريه ممكن تصاب هي اللي بتتراوح ما بين 40 ل 60 سنه. تقريبا 75% من الناس اللي عندهم المرض ده حاولوا ينتحروا، لكن للأسف في فعلا 10% انتحروا فعلا. معظم حالات الانتحار دي غالبا أثبتت إنها بتحصل قبل سن الـ40. برضو الأبحاث كشفت إن غالبا أسباب المرض ده ما بتبقاش واضحة، لكن شككت في عوامل كتير، منها إنها ممكن تكون عوامل وراثية أو بيئية أو اجتماعية أو حتى بيئية. طب السؤال دلوقتي، هل في ناس حوالينا عندهم المرض ده؟ يعني مثلا في حد مشهور عنده المرض ده؟ للاسف في كتير، عندنا مثلا مارلين مونرو، اميره ديانا، انجلينا جولي. طب هل ده المشكله الوحيده اللي هنتكلم عنها النهارده؟ الاجابه طبعا لا، وده اللي هنعرفه دلوقتي معانا. مفيش حياه ما فيهاش مشاكل، وانا المشكله اللي هكلمكم عنها النهارده هو مرض ADHD. هو اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه. من الصعب جدا تحديد اسباب المرض ده لانه ملهوش سبب محدد، لكن من ضمن اسبابه عوامل وراثيه، تدخين في فتره الحمل، عوامل بيئيه، انخفاض وزن البيبي عند الولاده، وخلل في النواصل العصبيه. ودلوقتي هتشوفوا فيديو صغير في بعض اعراض المرض ده. ازاي نحكم على شخص مريض بانه مجنون؟ لازم نخلي بالنا، احنا بنكون مفكرين ان احنا بنتعامل مع شخص عادي. لا، خلي بالك اي كلمة منك ممكن تأثر على الشخص اللي قدامك بشكل سلبي. ازاي نحكم على شخص من غير ما نكون عشنا تجربته وعرفنا هو مر بايه في حياته، وان اي كلمة مننا ممكن تكون سبب في تعاسة شخص. مريض الاي دي اتش دي محتاج لدعم نفسي، محتاج لاهله تقف جنبه وتستحمله. لو اهله قالوا عنه انه مجنون مين هيستحمله؟ زي ما شفنا اعراض المرض هي النسيان، تشتت التفكير، شعور بالملل، صعوبة التركيز، الانفعالات، صعوبة الجلوس. في ناس كتيرة رغم إصابتها بالمرض ده إلا وإنها نجحت في حياتها العملية، زي مايكل فيليبس
ومايكل جوردن. طب السؤال هنا، في علاج للمرض ده؟ مفيش حاجة بتضيع الـ ADHD تخليه يروح أو يختفي، بس إحنا ممكن نتعامل عادي مع المرض ده عن طريق أدوية، زيارة الطبيب النفسي، تعليم مهارات جديدة، أو نشوف حاجة بتبسط المريض وبكده الضوء من عنده هيكون عالي وساعتها هيقدر يركز أكتر. كل اللي أنا عايزة أوصله إن مريض الـ ADHD مش بيبقى قادر يركز زينا، هو مش بيبقى قصده يبان غريب الأطوار، زي مثلا ما ينفعش نديله بروجكت من غير ما نكون حاطين اكسترا ديدلاين ونطلب منه انه يخلصه بسرعه او انه يرد على مسج بسهوله جدا. كل الحاجات دي سهله عليك بس للاسف صعبه عليه، لانه ببساطه مخه متركب بطريقه مختلفه. ما ينفعش احنا بقى نيجي نطلب منه انه يعيش حياه عاديه جدا، كده احنا بنعجزه. خلي بالك مريض الاي دي اتش دي ممكن يتصاب بالبايبولار ديس اوردر، وده اللي هنعرفه مع عبد الرحمن. تخيل معايا انت وصاحبك خارجين في يوم واليوم كان ماشي كويس جدا ومفيش مشكله، اول ما يروح تلاقيه مكتئب ماسك في الاكتئاب ما بيكلمش حد وقافل على نفسه. اول حاجه ممكن يجي في دماغك وقتها ان ده شخص مدعي وعايز يكسب الانتباه وخلاص، بس خلي بالك انت كده ممكن يكون حكمك غلط، لانه ممكن يكون مريض باي بولر ديس اوردر اللي كان زمان بتتعرض للاكتئاب الهوسي، وهي عباره عن حاله عقليه بيحصل فيها الانسان تقلبات مزاجيه عاليه جدا ما بين اكتئاب وما بين هوسي، يعني فجاه يبقى زعلان فجاه يبقى فرحان كده يعني. طب واحد يسالني انا انسان عندي مود سوينجز، هل بفرح ساعات بزعل ساعات، هل انا كده عندي باي بولر؟ اقول له لا، المود سوينج ده ممكن يجي لاي واحد فينا، الباي بولر اعراضه اشد واخطر بكتير. اللي بتتقسم عندنا اعراض اكتئاب واعراض هوس. اعراض الاكتئاب زي الشعور بالحزن، عدم القدره على النوم، واللي ممكن توصل للانتحار. اما اعراض الهوس زي فقدان الشهيه، تحدث بشكل سريع في كذا موضوع في نفس الوقت، والانفصال عن الواقع، ان يكون الانسان مش مدرك هو بيقول ايه او بيعمل ايه، افعاله مش هو مش واعي عليها. طب هل حق المرض زي ده خطر على الانسان عامه؟ حسب منظمه الصحه العالميه نسبه 6% من المرضى بيميلوا للانتحار، ونسبه ان الانسان يأذي نفسه بتزيد من 30 ل 40%. اكيد كل مرض ليه سبب، بس لحد دلوقتي الدكاتره ما قالوش سبب واضح وصريح للبايبولر ديس اوردر، بس الاسباب اللي موجوده عندنا لحد دلوقتي هو اسباب وراثيه، حيث ان معظم المصابين بيبقى عندهم اقارب من الدرجه الاولى بيكونوا مصابين. والسبب الثاني زي اي مرض نفسي، اختلال في كميه المخ. اكيد مرض زي ده ليه امثله كتير جدا، في اللي قدر يعيش معاها ويتعايش ويكمل زي سيلينا جوميز، وفي اللي ما قدرش وللاسف مات بالانتحار زي روبن ويليامز. دلوقتي احنا اتكلمنا عن ثلاث قصص امراض مختلفه بثلاث قصص مختلفه. اكيد دلوقتي في دماغنا شويه اسئله، الناس دي نعرف نتعامل معاها ازاي؟ طب هل الحاجات دي ليها علاج ولا ملهاش؟ طب هل المشكله فيهم هما بس؟ وده اللي هنعرفه مع بعض. مفيش مشكله من غير حل، ومفيش مرض من غير علاج، ومفيش صوره مش واضحه. فهل يا ترى في حل؟ السي بي تي او العلاج المعرفي السلوكي هو علاج ما بيقضيش على المشكله، لكنه بيساعدك انك تتغلب عليها. طب ازاي؟ عن طريق انه بيغير من افكارك ومشاعرك وتصرفاتك، لان الافكار السلبيه بينتج عنها مشاعر سلبيه وبينتج عنها تصرفات بتضايقك وبتضايق اللي حواليك، ودايما بتفضل جوه الدايره المغلقه دي. السي بي تي مش بس بيقتصر على علاج الامراض اللي فاتت، لكنه بيعالج امراض زي الاكتئاب، القلق المزمن، نوبات الفزع، وادمان الكحول. طب يا ترى ايه هو بروتوكول العلاج ده؟ بروتوكول العلاج ده انه بيعلمك ازاي تحدد هدف، تواجه مشاكلك، تتعامل مع الضغط العصبي، تواجه المواقف الصعبه، وتتحكم في الافكار والمشاعر والتصرفات. وده كيو ار كود اللي حابب يطلع اكتر عن ايه هو السي بي تي. طب هل يبدو ان الموضوع سهل وان المشكله فيهم هم بس؟ الحقيقه لا، المشكله فينا احنا كمان، احنا اللي مش بتبقى شايفين الصوره واضحه رغم انها بتبقى دايما قدامنا، وكلمه مننا بتبقى عامله زي الرصاصه اللي بتقضي على امل المريض في انه يحقق حاجه في حياته او انه حتى يتعالج. يعني انا لو حد من الناس دي هبقى نفسي لما تلاقيني بعمل تصرف خارج عني ما تحكمش عليا زي ما بتتعامل مع اي بني ادم عادي وانا مريض ومش مسؤول عن تصرفاتي. كل اللي هيبقى في نفسي فيه ساعتها ان الواحد يراجع، يسمع، يشجع، يراجع الظروف المحيطه بيا اللي ادت اللي انا وصلت له، يسمع مني اللي بيضايقني دايما ويواسيني، يشجعني ويديني امل ان في احسن. لما نبتدي نركز في الصوره ساعتها تبتدي الدنيا توضح قدامنا، وان الصوره كانت قدامنا طول الوقت بس في تفاصيل احنا ما خدناش بالنا منها، ونتاكد ساعتها ان مفيش مشكله من غير حل، مفيش مرض من غير علاج، مفيش صورة مش واضحة، وإن طبعاً 2.5 بس 2.5 إيكوال 5. ساعتها بس ابقى أحكم عليا. كان معاكم تيم 2.5 بس 2.5 إيكوال 5، and thanks for attention. Any questions؟
شكرا يا باشمهندسين، جميل.